نجحوا راسها براسها اشتقى طارق النجاح وبرفقة القادر الكبار اللي تبارك الله غنشكرهم بزاف ديالها ولكن جلسنا تجربتها وانتوما وانتوما استقبلوا بحرارة مدام وفاء كبيرة بزاف هاد الشخص. انا هنا
المسار اللي انا المسار ديال المحاوله انا انسان اللي كتبحث على القيم على المبادئ انسان ديال القيم وديال المبدا كاول حاجه منها يجي لي بغيت يجي ملي كان يجي ولكن كاينه القيمه وكاينه المبدا سيونس هو كيهضر معايا وانا راجعه من يوم كل خدمه وكل عمل كندخل كنقول سيونس عاد دخلت السيونس بديت باقي صغار راجلي وانا زوجة فنان فنان راه ما نقولكمش تيقول لي تيضحك تيقول لي واخا تصنعي التاريخ فهذا هو التاريخ اللي كنخدم فيه سيونس. إلا سمحتوا لي عطيتكم انا مبغيتش نبقى نسمعكم فقط هذا الشيء كاين شي حوايج اهم انا تعطلت المنتوج رائع والمحاولة رائعة والنماذج ديال النجاح موجودة وموجودة أكثر ولكن أنا تعطلت المشكل في المنتوج؟ لا المشكل في المحاولة؟ لا المشكل في من؟ وفاء وفاء ما تعطلت ولكن وفاء ما خلاتهاش مزيان دابا جا الوقت باش ممكن نقولوا كيما جبنا ناس جبنا ناس وجبنا طاقة وتحيتي الآن الفريق ديالي مدام ليلى ومدام خديجة ومجموعة مدام سامية عطاني رواية قلبت حياتي وخلاتني باش ندير على ماتريس شهر و 10 ايام. واحد السيد غادي نستحضرو هو الاستاذ عزير تا هو و هذا النار عليكم. اعطيه المنتوج القيمة اللي كيستحق، المنتوج قيمته عالية، اعطيه القيمة اللي كيستحق، لا تخدموا على راسكم باش تكونوا مجردين باش توصلوا للمستوى، ماشي هو اللي ميزانية مستوانا، حنا اللي غنطلعوا على المستوى. فخورة بكم.